توفيقه هذا الشوط وانطلقت المفاريد الابكار في هذه اللحظات المقدمة والصدارة مباشرة مع حاملة الرقم 5 وهي صبر علي بن عبد الله اليحيى مع صبر على المركز الاول والمركز الثاني. تصل معشوقة سعيد بن زايد بن الاجبع الخيارين وتتسلل معشوقة الى المركز الاول. المركز الثالث شعار بن شنان على ظهر تشريف سعود بن عبد العزيز بن شنان المري والمركز الرابع. بلشه لسيد حمد بن سعيد المري وتسلل وتجاوز من قبل وصال جابر بن محمد بن جهمان البريدي تشد وصال الناموس والسبقة بن جهمان حافظ على هذا الأداء الجميل التي تقدمه وصال معنا في هذا اليوم. المركز الخامس بلشه حمد بن سعيد المري على المركز الخامس في هذه اللحظات وعودتنا إلى الصدارة عودتنا إلى شعار زايد بن سعيد بالأجبع الخيارين مع المعشوقة معشوقة من تعشق الناموس تعشق انتزاع المركز الأول تتصدر طليعة الابكار في هذه اللحظات. زايد بن سعيد بالأجبع الخيارين وصلت وصال وصلت وصال يا سلام محمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي والمركز الثالث تشريف للسيد سعود بن عبد العزيز بن شنان على المركز الثالث وعودتنا عودتنا يا سلام مع هذا الانطلاق وهذه الاندفاعة إلى شعار سعيد بن زايد بالأجبع الخيارين مع معشوقة انطلقت معشوقة على المركز الأول ولكن وصال قادمة محمد بن عبد الهادي البريدي ويا سلام شوفوا 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 الوصول من قبل شعار فهد بن محمد بن راشد الدوسري مع قرموشة إذا مسجلة قرموشة حسن بن راشد النعيمي ولكن تهانينا تهانينا لمالك معشوق سعيد بن زايد بالأجبع الخيارين على هذا الفوز. التوقيت 2:14:16 من الثواني تهاني.